بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نأخذ اليوم محاضرة بعنوان الفيتامينات. طبعا سوف نركز على فيتامين ما تبقى من الفات السوليبل الفيتامين اللي هي فيتامين كي عن فيتامين اي. ثم سنأخذ بعض فيتامينات البي كومبلكس مثل فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين، عن فيتامين بي 2 اللي هو الريبوفلافين، فيتامين بي 3 اللي هو نياسين. نبدأ بأهداف المحاضرة. بشكل عام في حالة الفيتامينات نركز على 5 نقاط. النقطة الأولى هي السورس اوف فيتامين. النقطة الثانية نركز على الأكتيف فورم لكل فيتامين. النقطة الثالثة الفانكشن لكل فيتامين. 4 الكوسز اوف ديفيشنسي اوف اني فيتامين. والنقطة الأخيرة نركز على الساينوس سمبتومز الناتجة من نقص هذا الفيتامين. طبعا نبدا بالاوبجكتيف. By the end of this lecture, the student should be able to number 1 describe the source of vitamin K, E, B1 and B2 and B3. اذا وصف مصادر فيتامين K وفيتامين E وفيتامين B1 وB2 and B3. Number 2 describe the active form of vitamin K and E and B1 and B2 and B3. 3 recognize the function of vitamin K and E and B1 and B2 and B3. 4. Explain the deficiency causes of these vitamins. 5. Identify the sign and symptoms of vitamin deficiency. نبدأ بالفيتامين K. طبعا الفيتامين K سمي بهذا الاسم من كلمة ألمانية مشتقة من الكوغليشن. الكوغليشن اذا الفيتامين كي له علاقه بالتخثر. طبعا فيتامين كي هذا 3 فيتامرز. ومعنى فيتامرز عده اشكال لنفس الفيتامين. طبعا معنى فيتامين كي 1 هذا موجود في الخضروات، فيتامين كي 2 هذا يصنع البكتيريا في الامعاء، وفيتامين كي 3 هذا فيتامين مصنع في مصانع الادويه. هذه الرسمه توضح الاستراكشر لل 3 فيتامرز. طبعا مع فيتامين كي 1 قلنا موجود في الخضروات، فيتامين كي 2 تصنع البكتيريا في الامعاء، والفيتامين كي 3 تصنع في مصانع الادويه. سورس اوف فيتامين كي. بشكل عام فيتامين كي مصادره بلانت سورس، انيمال سورس، اند ايضا تصنعه البكتيريا في الامعاء. اذا نتواجد بكميات كبيره في الخضروات، وايضا موجود في المصادر الحيوانيه، وايضا البكتيريا النورمال فلورا الموجوده في الامعاء تقوم بتصنع كميات كافيه. Absorption of vitamin K. دائما تمتص الفات السوليبل فيتامين باي كايلو مايكرو. وفيتامين كي يعتبر من انواع الفات السوليبل فيتامين، فهو ايضا يمتص بواسطه الكايلو مايكرو. Function of vitamin K. الوظيفة الرئيسية لفيتامين K is has a role in blood coagulation. طبعا فيتامين K مهم جدا في الكوغليشن. لماذا؟ لأنه يقوم بإضافة كربوكسي جروب للجاما كربوكسي الموجودة في عوامل التقلب مثل البروثرومبين، الفاكتور 7، الفاكتور 9، والفاكتور 10. طبعا عوامل التقلب تحتوي على جلوتاميك أسيد، والجلوتاميك اسيد يحتوي على 1 كربوكسي جروب في الجاما كربون، وبالتالي عند اضافه انذر كربوكسي جروب يصبح عامل التقلط فانكشنال، اي انه يرتبط بسهوله بالكالسيوم، وبالتالي يقوم بدوره في عمليه الكوغوليشن. هذه الرسمه توضح عمليه الكربوكسيليشن، اي اضافه الكربوكسي جروب للجاما كربون في الجلوتاميك اسيد لعوامل التقلط. طبعا عمليه اضافه الكربوكسي جروب تحتاج الى فيتامين كي، ثاني اكسيد كربون، ويحتاج الى انزيم يسمى كربوكسيليز، انزيم يسمى كربوكسيليز. طبعا اضافه الكربوكسي لعوامل التقلط يجعل عامل التقلط فانكشنال، انه يستطيع الارتباط بالكالسيوم بسهوله، ف
ثم يؤدي دوره في عمليات التقلب. معنا هنا ميديكال امبورتنس، اهميه طبيه، في علاج يسمى الورفارين. طبعا الورفارين هذا انتي كوغولانت، يستخدمه مرضى القلب لمنع الثرومبوسيس، لمنع التقلب. طبعا الورفارين الميكانيزم اوف اكشن انهبيت فانكشن اوف فيتامين كي، طبعا يعطل عمل فيتامين كي، وبالتالي تتوقف عمليه اضافه الكربوكسي جروب لعوامل التقلب، وبالتالي لن يحدث تقلب. الوظيفه الثانيه للفيتامين كي، فيتامين كي هذا رول ان بون، له دور في العظام. طبعا فيتامين كي يقوم باضافه ايضا الكربوكسي جروب لبروتين يسمى استيوكالسين. طبعا هذا الاستيوكالسين مهم في البون ماتريكس من اجل الديبوزيشن للكالسيوم في البون ماتريكس. نفس الاكشن في الكوغليشن، الفيتامين كي يقوم بعمليه الكربوكسيليشن. هنا في حاله العظام يقوم بعمليات الكربوكسيليشن لبروتين مهم يسمى الاستيوكالسين، هذا من بروتينات البون ماتريكس. Causes of vitamin K deficiency، اسباب نقص فيتامين K. Number one مال absorption of lipid. طبعا فيتامين K يعتبر فات سوليبل فيتامين ويمتص مع الدهون، فلو حدث خلل في امتصاص الدهون بيقل امتصاص فيتامين K ايضا. Two chronic treatment by antibiotics، الناس الذي ياخذوا المضاد الحيوي فترات طويله هذا يؤدي الى قتل النورمال فلورا الموجوده في الامعاء. طبعا النورمال فلورا احد مصادر فيتامين كي، خاصه فيتامين كي 2. 3 نيو بورنز ار ات ريسك فور فيتامين كي ديفيشنسي، النيو بورن طبعا هم عرضه لنقص فيتامين كي لان النيو بورن لا يحتوي على نورمال فلورا في الامعاء. 4 ليفر ديزيز، طبعا الكبد مهم في عمليه الامتصاص والهضم للدهون، وبالتالي لو حدث خلل في الكبد بيقل امتصاص وهضم الدهون. Symptoms of vitamin K deficiency، طبعا سفير فيتامين K deficiency led to hemorrhage، النقص الحاد في فيتامين K يؤدي الى النزيف. طبعا لان الفيتامين K مهم في عمليه الكوغوليشن. Toxicity of vitamin K، سمية فيتامين K، طبعا فيتامين كي 1 كي 2 ليس له سمية، ولكن فيتامين كي 3 لو أخذ كميات كبيرة ممكن يؤدي إلى هيموليتيك أنيميا في الإنفانت، لأن الفيتامين كي 3 يعطل عمل نوع من البروتينات اللي هو الجلوتاثيون، هذا يعتبر أنتي أوكسيدنت، يحمي خلايا الدم الحمراء من الفري راديكال، وبالتالي السيل ميمبرين خلايا الدم الحمراء إذا قل الجلوتاثيون يؤدي إلى هيمولايسيس. فيتامين اي، نبدا بالسورس. طبعا الفيتامين اي يوجد بكميات كبيره في المصادر النباتيه وبكميات اقل في المصادر الحيوانيه. استراكشر اوف فيتامين اي، طبعا الفيتامين اي هاز تو تايبس، النوع الاول هو المشهور التوكوفيرولز، والنوع الثاني التوكوترينولز. طبعا احنا بنركز على الاكتف فورم اللي هو الالفا توكوفيرولز، هذا هو الاكتف فورم الالفا توكوفيرولز. هذه الرسمه توضح انواع الفيتامين اي. ابزوربشن اوف فيتامين اي، نفس الكلام، فيتامين اي يعتبر فات سوليبل فيتامين، وبالتالي هو يمتص باي كايلو مايكرو. طبعا دائما الفيتامين اي يتواجد لو لاحظ في السيل ممبرين الخليه بجانب البولي انساتوريتد فاتي اسيد لحمايتها من الفري راديكال. فانكشن اوف فيتامين اي، الوظيفه الرئيسيه والمهمه للفيتامين اي هي اكت از انتي اوكسيدنت، ماده مانعه للتاكسد. طبعا الفيتامين اي يتواجد في السيل ممبرين بجانب الانساتوريت فوسفو ليبيد لحمايتها من الفري راديكال، وبالتالي الفيتامين اي مهم في حمايه السيل ممبرين للخليه. فيتامين اي ديفيشنسي، طبعا نقص فيتامين اي
طبعا يكون نادر، وإذا حدث نقص ممكن يكون بسبب المال absorption للليبيد. طبعا النقص أو symptoms الفيتامين اي deficiency are skeletal muscle pain, weakness and hemolytic anemia. طبعا السمية بالنسبة لسمية فيتامين اي، فيتامين اي أقل الفيتامينات سمية بالنسبة للفات سوليبل فيتامين، ولكن فيتامين اي يزداد طلب عليه في حالة أخذ كميات كبيرة من البولي انساتوريتد فاتي اسيد. ناخذ الان الووتر سوليبل فيتامينز. طبعا الووتر سوليبل فيتامينز تشمل البي كومبلكس بالاضافه الى فيتامين سي. طبعا البي كومبلكس تقريبا 8 فيتامينات، اللي هي الثيامين فيتامين بي 1، الريبوفلافين فيتامين بي 2، بيرودكسين فيتامين بي 6، نياسين فيتامين بي 3، بنتاثونيك اسيد فيتامين بي 5، البيوتين فيتامين بي 7، الفوليت سما فيتامين بي 9 او 11، اند كوبال امين اللي هو فيتامين بي 12. طبعا الووتر سوليبل فيتامينز كقاعده عامه يمتص باي باسيف اند اكتيف ترانسبورت. ايضا تقريبا كل الووتر سوليبل فيتامين لا تخزن باستثناء الفيتامين بي 12 تخزن في الكبد. ايضا سمية الووتر سوليبل فيتامين ليس لها سمية. نبدا بالفيتامين بي 1 الثيامين. طبعا مصادر السورس موجود في الانيمال والبلانت سورس. طبعا هو هيتلي بايل تكسر الحرارة بسهولة. الابزربشن يمتص باي اكتف ترانسبورت في حالة وجوده في كميات قليلة. ايضا يمتص باي باسيف ترانسبورت في حالة وجوده بكميات كبيرة. هنا في ملاحظة بالنسبة للامتصاص، طبعا الكحول او الكحول يثبط امتصاص الفيتامين بي 1، لذلك الناس الكحوليزم دائما عندهم نقص في الفيتامين بي 1. الاكتف فورم للثيامين او الفيتامين بي 1، طبعا الاكتف فورم يسمى ثيامين داي فوسفيت او يسمى ثيامين بايرو فوسفيت اختصارا تي بي بي. هذه الرسمة توضح الاستركشر للفيتامين بي 1 او الثيامين. فانكشن اوف فيتامين بي 1، طبعا بشكل عام تقريبا وظائف البي كومبلكس او الووتر سوليبل فيتامين هي كو انزيم ان ميتابوليزم. هذه وظيفة رئيسية كو انزيم ان ميتابوليزم. طبعا التفاصيل بالنسبة للتفاصيل الكو انزيم ميتابوليزم هذه بناخذها في سنة ثانية. إذا الوظيفة الرئيسية البي 1 أو بي 2 أو أي فيتامين الووتر سوليبل هي كو انزيم ان ميتابوليزم، لن ندخل بالتفاصيل. هذه التفاصيل والتفاعلات بناخذها في الميتابوليزم في سنة ثانية. هذه الرسمة أيضا توضح وظيفة الفيتامين بي 1 as coenzyme in metabolism، توضح دوره في الميتابوليزم في الكربوهيدرات في البروتين وغيره. causes of vitamin B1 deficiency: number 1 poor diet، 2 chronic alcoholism. طبعا قلنا الكحول يقوم بتثبيط امتصاص فيتامين بي 1. 3 use of diuretics، طبعا استخدام المدرات يقوم باخراج كميات كبيره من الووتر سوليبل فيتامين خاصه فيتامين بي 1. 4 excessive diarrhea or vomiting or mal absorption. symptoms of vitamin B1 deficiency، طبعا فيتامين بي 1 قلنا وظيفته كوينزيم ان ميتابوليزم، وبالتالي لو قل فيتامين بي 1 بيقل انتاج الاي تي بي، ولو قل انتاج الاي تي بي تتأثر كثير من الأورجنز أو السيستم في الجسم، خاصة النيرفس سيستم، الهارت وغيره من الأعضاء. طبعا نقص فيتامين بي 1 يؤدي إلى مرض يسمى بيري بيري. بيري بيري تعني أي كانت لا أستطيع لا أستطيع. طبعا الشخص المصاب بهذا المرض لا يستطيع المش. طبعا البيري بيري معناه أربع أنواع تقريبا. معناه الدري بيري بيري هذا يؤثر على البريفرال نيرفس سيستم.
النوع الثاني من البيري بيري يسمى ويت بيري بيري، سمي بهذا الاسم ويت بسبب حدوث اوديما للشخص المصاب. طبعا الويت بيري بيري يؤثر على الكارديو فاسكولار سيستم، على ايضا حدوث بريفيرال نيوروباثي. النوع الثالث انفانتال بيري بيري، طبعا هذا يصيب الانفانت نتيجه المال نيتريشن الذي يحدث للامهات. النوع الرابع والاخير سيربرال بيري بيري، هذا يصيب الاشخاص في حاله الكرونيك الكهوليزم. هذه الصوره توضح الويت بيري بيري والدراي بيري بيري، وايضا توضح عدم قدره الاشخاص على المشي، اما نايم واما حاله جلوس. النوع الثاني من البي كومبلكس هو الريبوفلافين او يسمى فيتامين بي 2. السورس نفس الكلام انيمال اند بلانت سورس. الاكتيف فورم، طبعا الريبوفلافين هاز تو اكتيف فورم. النوع الاول يسمى فلافين مونو نوكلوتايد، فلافين مونو نوكلوتايد اختصارا اف ام ان. والاكتيف فورم الثاني يسمى فلافين ادينين داي نيكلوتايد، فلافين ادينين داي نيكلوتايد اختصار يسمى فاد. الابزوربشن طبعا يمتص بالاكتف والباسف ترانسبورت. فانكشن اوف فيتامين بي 2، طبعا قلنا بشكل عام وظيفه البي كومبلكس هي كو انزايم ان ميتابوليزم، والتفاصيل بناخذها ان شاء الله في الميتابوليزم في سنه ثانيه. اذا ما وظيفه الفيتامين بي 2؟ كوإنزيم إن ميتابوليزم. هذه الرسمة توضح الأكتيف فورم، التو أكتيف فورمز للريبوفلافين. معنا النوع الأول قلنا اف ام ان، والنوع الثاني يسمى فاد. كوزز اوف فيتامين بي 2 ديفيشنسي، نمبر 1 انادكويت انتيك، 2 مال ابزوربشن، 3 فوتوثيرابي فور انفانت وذ هايبر جلوبينيميا. طبعا في بعض الحالات، في حالات الولادة المبكرة ربما يصاب بعض النيوبورن باليرقان، وبالتالي اذا ارتفع الجلوبين الى اكثر من 20 او 20 ملي جرام ديسيلتر تم علاقة بالفوتوثيرابي. طبعا الفوتوثيرابي او العلاج بالضوء يكسر الفيتامين بي 2 ويكسر ايضا الجلوبين، وبالتالي لابد من اعطائهم فيتامين بي 2. سمبتومز، نقص فيتامين بي 2 يؤدي الى شيلوزيز، بمعنى فيشرينج ات ذا كورنر اوف ذا ماوث، تشققات في حواف الفم. جلوزايتس، انفلاميشن اوف ذا تونج. تيرينج، بارنينج اند اتشينج اوف ذا ايز، حدوث حرقه وحكه في العيون مع الدموع. فوتوفوبيا، الخوف من الضوء. ايضا ديرماتيتس، هذه اعراض نقص فيتامين بي 2. هذه الصورة توضح السمبتومز للفيتامين بي 2 ديفيشنسي. نلاحظ هنا في الصورة الجلوزايتس واضحة، والفيشرينج ات ذا كورنر اوف ذا ماوث، ونلاحظ ايضا الكورنيال فاسكولاريزيشن. فيتامين بي 3 او يسمى النياسين، طبعا فيتامين بي 3 او النياسين مصادره الاول، مصدر الاول الانيمال سورس والبلانت سورس، ايضا يصنع في الكبد في جسم الانسان من حمض امين يسمى التريبتوفان. طبعا تصنيعه في الكبد يتطلب وجود فيتامين بي 6 وجود فيتامين بي 2. الاكتيف فورمز اوف نياسين، وي هاف تو اكتيف فورمز، طبعا معانا نوعان من الاكتيف فورمز. النوع الاول يسمى نيكوتيناميد ادينين داي نيكلوتايد اختصارا يسمى ناد، والنوع الثاني يسمى نيكوتيناميد ادينين داي نيكلوتايد فوسفيت اختصارا يسمى ناد بي. الفرق بين الاثنين هو وجود الفوسفات. طبعا دائما قلنا الفيتامينات لا تعمل في الخليه الا بواسطه الاكتيف فورم. هذه الرسمه توضح الاستراكشر للنياسين، طبعا معانا النيكوتينيك اسيد مع نيكوتين امايد. ايضا هذه الرسمه توضح الاستراكشر للناد والناد بي. ابزوربشن اوف فيتامين بي 3 اور نياسين،
طبعا يمتص بشكل عام قلنا البي كومبلكس باي باسيف اند اكتيف ترانسبورت. الفانكشن نفس الكلام، الفانكشن لكل البي كومبلكس اكت از كو انزايم، اذا ياسين هو كو انزايم فور ميتابوليزم، يدخل في ايض الكربوهيدرات والدهون والبروتين. طبعا التفاصيل هذه بناخذها قلنا في الميتابوليزم في سنه ثانيه. Causes of vitamin B3 deficiency. أسباب نقص vitamin B3. Number one, inadequate intake. Two, malabsorption. Three, alcoholism. طبعا الكحول يتسبب امتصاص ال B1 وال B3. Four, Hartnup disease. طبعا Hartnup disease هذا مرض وراثي يؤدي إلى خلل في امتصاص التربتوفان. لو قل امتصاص التربتوفان سواء كان في الامعاء او في الكلى يؤدي الى قله تصنيع فيتامين بي 3 من التريبتوفان، وهذا يؤدي الى فيتامين بي 3 ديفيشنسي. خمسه، يوزنج انتي توبركلوسيس دراجز مثل ايزونازايد. طبعا علاج الايزونازايد علاج السيل هذا يؤدي الى نقص فيتامين بي 6، وفيتامين بي 6 مهم في تصنيع النياسين من التريبتوفان في الكبد. سته، excessive intake of leucine، أخذ كميات كبيرة من الحمض الأمين المسمى ليوسين. طبعا زيادة كمية الليوسين تثبط عملية تصنيع النياسين أو الفيتامين بي 3 من التربتوفان في الكبد. Symptoms of vitamin B3 deficiency. طبعا severe deficiency of vitamin B3 led to بلاغرا. إذا النقص الشديد في الفيتامين بي 3 يؤدي إلى ما يسمى البلاغرا. طبعا البلاغرا is disease of 3Ds. الدي الاولى تعني درماتيتس التهاب الجلد، الدي الثانيه دياريا، الدي الثالثه ديبريشن. هذه الصوره توضح الاعراض التي تظهر على الشخص المصاب بالبلاغرا. نلاحظ هنا الدرماتيتس واضحه، طبعا نلاحظ ان الاجزاء المعرضه للضوء هي الاكثر تضررا. طبعا الفيتامين بي 3 له دور في الدي ان ايه ريبير الناتج من الالترافايلوت دامج.